التقطت هذه الصورة للرقيب الشهيد عناد الزواهرة، وهو من أفراد الجيش العربي الأردني، استشهد في القدس عام 1948، جاد بروحه الطاهرة على أسوار القدس الشريف، باذلاً نفسه رخيصة في سبيل الله، دفاعاً عن العروبة والإسلام، وقد تعاهد مع 6 من أصحابه على القتال حتى الموت، دفاعاً عن القدس الشريف، وكان استشهاده ضمن معركة باب الواد، وهي من أكبر المعارك بين الجيش الأردني وجيش الكيان الصهيوني. قال عنها بن غوريون في حزيران عام 1949 أمام الكنيست: لقد خسرنا في معركة باب الواد وحدها أمام الجيش الأردني ضعفي قتلانا في الحرب كاملة.